الحلقة الأولى. سارة عندك ميتنج كمان نص ساعة. يا دي سارة وسنين سارة يهدك أيمن على الصبح. أنا سارة محسن، عندي 33 سنة وبشتغل سينيور بزنس ديفلوبر في ايجنسي من زمان. أنا عايشة مع محمد أخويا بعد ما ماما توفت وبابا سافر، وطبعاً أكيد أنتوا عارفين بقية السيناريو. لا 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 الحمد لله عادي، يعني ما تشرطتش في الشوارع ولا قعدت عند خالتي في صفة اللبن. أنا علاقتي الوحيدة بصفة اللبن إني بستخدمها في الإفيهات. كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما، الأب والأم والصاحب، بس صاحب جدع قوي يعني. أصل بابا كان مربيني تربية رجالي شوية عشان قبل محمد كان نفسه في ولد، بس بابا شكله تقل معايا شوية عن محمد. لا لا بس بصراحة يعني محمد راجل قوي، يمكن بزيادة شوية. حسب تعريف الرجولة بالنسبة لك إيه؟ محمد هو مثال التوكسيك ماسكلينتي والسكسست وستاند اب كوميديان، بس هو يمكن سكسست أنجح من إنه ستاند اب كوميديان. دبل شيف دبل شيف. محمد أخويا بيتصل، وش هيقولي حاجة عن ستاند اب كوميدي اللي بيعمله. ألو، إيه يا نجم؟ عندي ليكي خبر ب 300,000 جنيه. الاستظراف بدأ بدري قوي النهاردة. بجد والله اسمعي، أنا داخل أكبر حفلة ستاند اب كوميدي هتتعمل في مصر الشهر الجاي. هيكون فيها كل الكوميديانز يا محمد. أيوة اخلص. الكوميديانز وهيكسبوا وهيكسبوا. انا بقى هفضل اتعلمها كده امتى البتاع دي. غلبت والله غلبت. بس هم يعني هيكسبوا الواحد فينا 300,000 جنيه اللي هو انا اكيد اللي هكسبه ان شاء الله. طبعا طبعا. عارف يا محمد اكتر وقت بتضحكني فيه ايه؟ طول الوقت يا ساره. انا عارف وانت نايم على الكنبه يا حبيبي. انت افاتك دي اخرها تطلع في التليفون، اما انا افهاتي بتتقال على المسرح يا ساره. اتنين بقول لك ايه، ما تقول لها لو تيجي كده الحفله بتاعت بالليل لو جايه معاها اسالها كده. بقول لك يا ساره، انت هتيجي حفله النهارده؟ محضر شويه ماتيريال ايه عالمي، ومعايا شويه كوميديانات كلهم اوحش من بعض، ما انا اللي مختارهم عشان ابان يعني ان انا مختلف وسطهم. طب هشوف كده واجي. حاضر. انت هتطلع امتى؟ قبل تاني واحد. طب حلو، هاجي اتفرج من اول التالي. يا ابو تقل دمك، يلا مستنيك. ماشي يا ظريف، يلا سلام. دبل شيف دبل شيف. ايه اختك هتيجي ولا هتطنشك زي كل مره؟ يا سيدي جايه. انت بتزن على اختي ليه؟ انت بتزن على اختي اكتر ما بتزن عليا يا حسام. ايوه يا سيدي جايه، انا هعمل قهوه اعمل لك معايا. ماشي، مش هيضر برضو. انا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنه وبشتغل كوبي رايتر اللي هو كاتب يعني، بس فريلانسر، وستاند اب كوميدي، ستاند اب كوميديان اللي هو مونولوجيست، بس أجمد من أي حد ممكن تعرفه أو ما تعرفوش في حياتك. هما 300 جنيه ده فارس ابني بدمه اللي يلطش بيضحك عنك. عم قد فنون جميلة بقى حبيبي، وشوف لك موهبة تانية بتتبداش معك. طبعا يا جماعة دول أعداء النجاح. هو في أورجنايزر اسمه أبو فارس ده آخره بتاع شاورما. يا جماعة أنا إفهاتي بتدرس الباك ستيج. أنا بس المشكلة عندي إن البنات ما بتضحكش على الحاجات اللي أنا بقولها. معرفش، أنا بحس بصراحة إنهم واخدين أكتر من حقهم، ويمكن احساسي ده بيحسسهم اللي هو ما بنحبكش يالا، عشان بقول لهم الحقيقه. انا لو كنت بنت مثلا كنت احس ان الدنيا عادله جدا، وكنت هنجح جدا واعمل كل حاجه انا عايزها جدا جدا جدا. يا فنان اخلص وريني الماتيريال. ده حسام يا جماعه، صاحبي الانتيم، اكتر واحد بيحبني واكتر واحد واقف في ضهري، مش زي الكروش اللي بكلمها شويه وشويه تختفي. يلا. ايوه انا حسام، صاحبه اللي معاه من واحنا في المدرسه، واكتر واحد بيضحك على افهاته، جمهوره الوحيد يعني زي ما بيقولوا. استحملت كميه ماتيريال بجد محدش يستحملها لحد ما كبر والماتيريال كبرت معاه، وبدل ما كنت بسمع لوحدي بقى بيجيب ناس تسمع معانا. هو تقريبا عشان انا صاحبه يعني وبيحبني وكده، فقال لك يعني ما سيبوش يستحمل كل ده لوحده. خلصت دراما؟ لا لسه في حته بس بقى كمل. ماشي مفيش مشكله. اسمع بقى الماتيريال دي، كاتبها عن سوات الستات. ها بيقول لك يا جماعه صوت الستات في مصر زي مناقشتهم بالظبط، لا بيعترفوا انهم غلط ولا بيصلحوها، ثابتين على المبدا اللي يجي في وشها بتشيله، عسكري مرور يافطه وجهه نظرك ملاش لازمه هتشيلك. الشارع من حقها هي بس زي المناقشه بتاعتكم بالظبط، وانت اللي غبي انك جيت قدامها. اما بالنسبه للركنه، انا اخر مره واحده ست شفتها ركنت جوه محل اكسسوارات ونزلت بكل ثقه. ايه في حد يدن الحيطه كده؟ بستاج يا فلاحين، والله دي لو ركنت جوه بيتنا هتعدل على سبانخ امي. الستات سايقين فيها فعلا. حلو قوي يا صاحبي، جميل. مش هقول لك بقى ولع الدنيا وكده، لان الستات كده كده هتولع فينا وفي الحفله. دبل شيف دبل شيف. يومك كان عامل ازاي النهارده يا سينيوريتا؟
احسن من وش خالتك. ايه العنف ده؟ مالك اجريسيف كده؟ يومي ايه يا ايمن؟ الساعه 12 ده اليوم لسه ما بداش. مش يمكن يعني كنت في مورنينج ديت ولا حاجه ويومك بدا بدري؟ لا انا مش بتاعه الكلام ده، خليهولك. طب يا جماعه يلا نبدا، احنا عاملين الميتنج ده عشان فيه قرار مهم جدا الايجنسي هتنفذه الفتره اللي جايه. احنا بقالنا فتره متابعين البرفورمانس بتاع كل واحد فيكم وازاي بتحبوا الشركه وبتتعاملوا مع اي مشكله بتواجهها سواء مع التيم او في الشغل عموما، وفعلا انبهرنا بمستواكم، وده سواء الفتره اللي فاتت او من اول ما جيتوا الشركه. وعشان الاختيار بينكم فعلا مش سهل، قررنا اننا هنتابع تاني وهنعمل ريفيو بعد شهر من دلوقتي، وعلى حسب النتيجه يا ساره يا ايمن هيكون حد منهم جونيور بارتنر معانا في الشركه. طبعا حضرتك انا بشكرك على الكلام الحلو ده، وفعلا مفيش شك اني من اول يوم وانا بعتبركم عيلتي والشركه دي بيتي، وانا بقولها من دلوقتي وانا مستعد تماما لده، والشهر مش بعيد. لو انا حسيت ان ساره عملت فعلا اللي يخليها تفرق، انا بنفسي اللي هقول لكم اختاروها هي، لان اللي يهمني في الاخر مصلحه الشغل، وده بجد يا جماعه مش هزار. يا ابن شكرا ليكوا يا جماعه بجد، وشكرا ليك يا ايمن على كلامك، ولو اني ما وصلتش لمستواك بصراحه في الكلام، بس هوبفلي الانسب لينا كلنا هو اللي هيحصل. دبل شيف دبل شيف دبل شيف دبل شيف. ها محضر كويس ولا وشنا هيقع؟ بتضحك على ايه انت؟ هي دي افيهات تطلع من اخت كوميديان كبير زيي؟ تصدق بالله والله بيضحكنا اكتر منك. طب والله لو اخدت المايك هكسر الدنيا. والله والله في حاجه عايز تقولها تاني يا حسام؟ لا لا، ما انا اتحيلت عليك يا ساره اكتر من مره دخلك وانت اللي عامله فيها شاديه. لو كنت راجل كنت هطلع جدا، بس انا عارفه ان الناس هتحكم عليا وعلى ارائي. انا اللي لو كنت بنت كان زماني بضحك مصر كلها. يا جماعه يلا احنا خلاص هنبدا. دبل شيف دبل شيف. طب يعترفوا انهم غلط ولا بيصلحوها؟ غبي، نص اللي قاعدين بنات والماتيريال كلها سف على البنات. والله قلت له الكلام ده من الاول وهو ما سمعنيش. شفتوا يا جماعه؟ اللهم صل على النبي، ما حدش ضحك غير على الماتيريال بتاعتي. يا حبيبي هو محدش ضحك فعلا غير لما كنت هتتكعبل في سلك المايك. طيب يا جماعه همشي انا بقى واسيبكم عشان واضح ان انتوا المناقشه هتحتد دلوقتي. استغفر الله العظيم. طب روح انت يا حسام، روح احنا لسه قاعدين شويه. طب تحب اوصلكم ولا في طريق؟ روح يا حسام انت، اتفضل روح انت. ساره طب اخدك يا عم. ساره انا قلت انا واختي، انت مدخل في فعلتنا ليه كده يا عم؟ سلام سلام، انت عصبي من بعد الحفله على فكره يا عم انت. مش يلا يا حسام امشي. باي باي ساره. باي باي حسام. باي باي حسام. دبل شيف دبل شيف. شفت اللي حصل؟ لا ما تهزريش. ما تصبت بقى، بتكلم بجد. قولي. طب يلا قولي. بعد شهر الشركة هتعمل ميتنج عشان تختارني أنا والكرياتيف دايركتور نكون جونيور بارتنرز معاهم. الله والله العظيم جامد يا سارة. هو ده مش أيمن هاشتيك اللي بتصحي لي منه كل يوم؟ آه، هو رئيس قسم حساب الله للتطبيل، يعني مش هيسيبها لي بسهولة. ويسيب إيه يا سارة، أنت مجنونة؟ ده هيبقى بارتنر في أكبر إيجنسي في مصر، مش بيتخانق معاك على دوري المدارس يعني. أنا فاهمة يعني، بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا اكتر من سمير سماجه. ده شويه عاملني كويس جدا وشويه اتجنن ويقرفني. وايه كمان يا صيحه؟ كان زماني عملت ستاند اب براحتي. ده يا ريتني انا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. هي كانت هتخرب فعلا. وعرفت اكسب مديري في الشغل. طبعا وارتبطت هوا كده. ولا كان حد هيبص لك اصلا. انت بتقولي ايه؟ ده انا كنت هبقى طلقه. طب واللي ساعدكوا تعملوا كده ايه ده؟ مين دي؟ يساعدنا نعمل ايه بالظبط يا فندم؟ تعملوا اللي انتوا طول عمركوا بتتمنوه. ايه نقتل ايمن؟ بقولك ايه، ما يلا نمشي عشان دي شكلها ولا مجنون. افتكروا ان الدنيا عمرها ما هترجع زي الاول، والحال مش هيرجع لحال لحد ما تفهموا اللي انتوا محتاجينه. دبل شيف دبل شيف. سارة سارة والنبي معلم، بقولك ما تيجي تنامي جنبي يا سارة، أنا حاسس إن هتطلع لي من تحت البطانية الولاية اللي شفناها دي. يا أختي كميلة، خايف يا محمد؟ بتهيالي كبرت على الكلام ده. نام يا حبيبي نام. بجد يا سارة والنبي والله ما بجد. نام يا حبيبي نام، تصبح على خير. إيه ده يا ساكة؟ إيه ده؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، ايه الصوت ده؟ ايه الحاجات دي؟ يا سارة! ايه ده؟ ايه؟ يا ماما يا نهار اسود، ده طلع بجد؟ بتهزري؟ يا ماما
انا عايز صوتي يا محمد. اتشقلبنا وتشفتنا دبل شيفت دبل شيفت عشنا عيشه مش عيشتنا دبل شيفت دبل شيفت.